السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في تالت تكنيك من البلاك بوكس تكنيكس، وهي الديسيجن تيبل تيستينج. الديسيجن تيبلز هو تيبل بحط فيه القرارات اللي بقدر أخدها يا إما ترو أو فولس، أو يعني يس أو نو. فدي بتفيدني لما يبقى الريكوايرمنتس بتاعتي فيها لوجيكال كونديشنز، حاجات بنقدر نقرر فيها حاجة باللوجيك، يا آه يا لأ. بس أهم حاجة إن الستيتس اللي عندي ابقى اقدر اعبر بيها بطريقه بوليان، بوليان يعني ترو او فولس. زي ما قلنا النظري مش هو الاهم في التكنيكس، فهندخل هنحاول على طول على المثال. الديسيجن تيبل عندنا بيبقى فيه التريجرنج كونديشنز، الكونديشنز اللي بتحصل عشان تؤدي للنتيجه اللي هجاوب على اساسها بقى او لا، وكومباينيشنز من ترو وفولس لكل الانبوتس، والريزلت اللي هتظهر لكل كومباينيشن من الكونديشنز دي. كل عمود عندنا بيبقى فيه رول معينة او قانون معين، وهنفهم ايه المقصود بيها من خلالها بقرر انا ايه الاكشن اللي هاخده على الرول دي. طبعا انا عارف الكلام مش واضح لانه ما بيبانش غير من خلال المثال. الكفرج هنا عندنا في الديسيجن تيبل ان انا يبقى عندي على الاقل تيست واحد لكل كولوم لكل رول، عشان اقدر اعمل تيستين لكل التريجرنج كونديشنز اللي عندي. ميزة الديسيجن تيبلز انها بتخليني اتست حتى الحاجات اللي ما بيتعمل لهاش اكسرسايز خلال التستنج، يعني ممكن بعض سيتويشنز انا ما بعديش عليها في التستنج العادي او الكونديشنز بعدي عليها دايما في الديسيجن تيبل، لاني بعدي على كل الكونديشنز اللي ممكن تقابلني ترو فولس. بيقول لي برضو ان هي ممكن تتعمل في سيتويشنز لما يبقى عندي كذا لوجيكال كونديشن مش لوجيكال كونديشن واحد. نبدا في المثال عشان نفهم على طول. بيقول لي عندنا هنا جدول. ايه معنى الجدول ده؟ الكونديشنز اللي عندي، الشخص ده يا اما معايا كارت في بنك اسمه سيتي بنك يا اما لا، ويا اما هو في اوضه سيلفر يا اما هو في اوضه بلاتينيوم. فالرول الاولى لو الشخص ده معاه كارت في سيتي بانك وقاعد في اوضه سيلفر، هاخد اكشنز معينه. ايه الاكشنز دي؟ يا اما هعرض عليه ان هو يابجريد للجولد لكشري اللي هي الاوضه الجولد، فهنا هعرض عليه لو هو عضو في السيتي بانك ومعاه اوضه سيلفر، هعرض عليه ان هو يبقى في اوضه جولد، ومش هينفع اعرض عليه انه يبقى في اوضه سيلفر نوت ابليكابل. ليه؟ لان هو اصلا في اوضه سيلفر. طيب تاني حاله، شخص عضو في سيتي بانك ممبر وفي اوضه بلاتينيوم، اوضه بلاتينيوم دي اقل درجه هنا في المساله دي، فبالتالي مش هينفع اعرض عليه ان هو يروح للاوضه الجولد، لانه الافضل ان اعرض عليه حاجه الاعلى منه على طول اللي هي سيلفر، فمش هعرض ده. هو ينفع بس مش هعرض، لكن هعرض عليه ان هو يروح السيلفر. تالت حاله، واحد مش عضو في سيتي بانك ممبر وفي اوضه سيلفر، فانا مش هعرض عليه انه ينقل اوضه جولد لان مفيش عرض اصلا، وما ينفعش اعرض عليه يروح اوضه سيلفر لانه فيها. اخر حاجه، واحد مش عضو في سيتي بانك وفي اوضه بلاتينيوم، يبقى مش هعرض عليه انه يروح اوضه جولد ولا هعرض عليه يروح اوضه سيلفر. طيب هو بيديني يوزرز جايين السيستم ويقول لي ايه الاكشنز اللي هاخدها عليهم. الديسيجن تيبلز اسهل نوع من التستنج في وجهه نظري. يعني عندنا مثلا سيتي بانك كارد ممبر واحد عضو في السيتي بانك وقاعد في اوضه سيلفر، يبقى عضو في السيتي بانك اللي هي رول 1 ورول 2، وقاعد في اوضه سيلفر يبقى اللي هي رول 1. هعمل معاه ايه؟ هاوفر ابجريد تو جولد. ده الشخص الاول. الشخص الثاني نون سيتي بانك ممبر، مش عضو في السيتي بانك ومعاه اوضه بلاتينيوم، وقاعد في اوضه بلاتينيوم مش سيلفر، يبقى رول نمبر 4 هو مش عضو في البنك وقاعد في اوضه بلاتينيوم، يبقى ولا هعرض عليه يروح اوضه جولد ولا هعرض عليه يروح اوضه سيلفر. يبقى الاولاني هعرض عليه يروح اوضه جولد، والتاني مش هعرض عليه اي نوع من الابجريد اصلا. تاني مساله عندنا، برضو عندنا تيبل وبيقول لي ان في اكشنز ممكن اخدها، بس عندي هنا ثلاث ستيتس او ثلاث كونديشنز. الشخص ده يو كي ريزيدنت ولا لا، الشخص ده سنه ما بين 18 و55 ولا لا، والشخص ده سموكر بيدخن ولا لا. طيب هو طبعا الاصل ان يبقى عندي 8 رولز، لان هما 3 كونديشنز وكل واحده يس ونو، ف2 اس 3 في 8. بس هو هنا اداني الحالات المتاحه عنده. تمام، اول حاله ان الشخص ده مش ساكن في انجلترا، فبالتالي ولا هعمل له انشورانس ولا هعمل له تامين ولا هعرض عليه ان هو ياخد تخفيض 10% بغض النظر هو سنه ايه وسموكر ولا لا. دونت كير دي يعني مش فارقه معايا سواء كان سنه شباب او لا وسموكر ولا لا، فمجرد ان هو مش ساكن في انجلترا انا مش هعرض عليه تامين. طيب تاني واحد ساكن في انجلترا بس هو سنه مش ما بين 18 و 55 يعني عجوز، فبالتالي ما انه عجوز فمش هيفرق معايا هو سموكر ولا لا، فانا مش هعمل له اي تأمين
ولا هعمل عليه ديسكاونت. شركات التأمين بتعامل مع الناس كسلعة، ان الشخص ده احتمال انه يموت كبير فمش هأمنه، احتمال انه يموت قليل فبأمنه. تالت حاجة، الشخص ده UK resident، true، سنه ما بين 18 و55، شباب، بيدخن، لا، يبقى هو ساكن في انجلترا وشباب ومش بيدخن. هعمله تأمين، مفيش مشكلة. طب وهعرض عليه التخفيض 10%؟ هعرضه عليه. اخر واحد، واحد من انجلترا وشاب بس بيشرب سجاير فصحته على قده اكتر، عشان كده بنقول محدش يشرب سجاير، فهعمله تأمين بس مش هعرض عليه الاوفر الديسكاونت لانه متوقع انه ما يكملش بعد 60. طيب عندنا شخصين، الاولاني تيست كيس 1، فريد 32 سنة، سموكر، ساكن في لندن. لندن دي فين؟ في انجلترا. يبقى اول حاجة UK resident true، يبقى كده نشيل رول 1 يبقى معانا رول 2 و 3 و 4. تاني حاجة، هو عنده كام سنة؟ 32 سنة، يبقى سنه ما بين 18 و55، يبقى كده دي الفولس دي لا، يبقى معانا رول 3 ورول 4 اللي هم ساكنين في انجلترا وسنهم شباب. اخر حاجة سموكر، يبقى هو سموكر ولا لا؟ ترو، يبقى دي رول 4، يبقى هعرض عليه تأمين من غير ديسكاونت اللي هي اخر حالة. طيب تاني واحد جين ميتشل، ده 65 سنة، نون سموكر، ساكن في باريس. مجرد ساكن في باريس يبقى هو في انهي حالة؟ باريس بره انجلترا، يبقى هو اصلا في رول 1 بغض النظر هو سنه كام وسموكر ولا لا، يبقى ولا هعمله تأمين ولا هعرض عليه ديسكاونت. يبقى الحالة الاولى هعمله تأمين من غير ديسكاونت، والحالة التانية مش هعمله تأمين اصلا. اخر مسألة معانا، نبص على الجدول، بيسألني الشخص ده بيسافر معانا كتير دي شركة الطيران، يا يا لا، وهو بيسافر على انهي درجة، بيزنس ولا ايكونومي؟ فلو هو بيسافر معانا كتير وعلى البيزنس، هعرض عليه ان هو يابجريد للفيرست، ومش هينفع اعرض عليه ابجريد لبزنس لان هو اصلا في بزنس. تاني حاله، بيسافر معانا كتير بس في الايكونومي، فمش هعرض عليه ابجريد لفيرست عشان عاليه قوي عليه، لكن هعمل عليه او هعرض عليه ابجريد لبزنس عشان لان هي الدرجه اللي وراها على طول. تالت واحد، مش بيسافر معانا كتير وهو في البزنس، فبالتالي مش هعرض عليه حاجه فيرست ومش هينفع اعرض عليه بزنس لان هو فيها. اخر حاجه، واحد مش بيسافر معانا كتير وفي الايكونومي، فمش هعرض عليه فيرست ولا بيزنس، يبقى كده طول ما هو ما بيسافرش معانا كتير مش هعرض عليه اي ابجريد، ولو هو بيسافر معانا كتير هعرض عليه الابجريد اللي فوقيه على طول. طيب اول تيست كيس، فريكوينت فلاير ممبر، واحد بيسافر معانا كتير ومسافر في البيزنس كلاس، يبقى فلاير ممبر يس ومسافر في البيزنس، يبقى هاوفر ابجريد تو فيرست. دي اول حاله. تاني حاله، نون ممبر اللي هو مش عضو، كده كده مش هعرض عليه حاجه، بيسافر في الايكونومي، يبقى ولا هعرض عليه فيرست ولا بزنس، يبقى الاولاني اوفر ابجريد تو فيرست والتاني دونت اوفر اني ابجريد. الديسيجن تيبل سهل جدا ومنطقي جدا، وزي ما احنا شايفين المسائل تعتبر بتحل نفسها. كده فاضل لنا حاجه واحده في البلاك بوكس تكنيكس، وبعدين هندخل في الوايت بوكس تكنيكس. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، زي ما قلنا اي حد عنده مساله مش واضحه او مش فاهمها يحطها لنا في اللينك الجروب اللي هيبقى في الديسكريبشن وهجاوب عليه، او اي حد من الجروب معانا ناس كتير شاطره ان شاء الله يجاوب عليه. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.